أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. بين تشكيك من هنا وتفاؤل من هناك، كان موقف السفير السعودي وليد البخاري واضحا لجهة أن المملكة العربية السعودية ليس لديها اعتراض على أي رئيس للجمهورية يصل من خلال الانتخابات في المجلس النيابي، لافتا في الوقت نفسه بأن المملكة تشدد على أن الفراغ سيفاقم أزمات لبنان. في المقابل، كان حراك السفيرة الأمريكية في لبنان بين المرجعيات دون الإفصاح عن مضمون جولتها التي اقترنت بملف حاكمية مصرف لبنان لتفادي الفراغ في الحاكمية. هذا في الداخل. أما في سوريا، فقد شكلت زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا على مدى يومين أهمية كبرى للمنطقة، وأتت في السياق الإيجابي مع التقارب السعودي الإيراني والتقارب العربي السوري. وفي سياق منفصل، تطور آخر برز في قضية النازحين السوريين، إذ تحدثت المعلومات عن أن مفوضية شؤون اللاجئين قدمت إلى الأمن العام ورقة تطالب بإعطاء 1,600,000 نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم في لبنان كلاجئين. والسؤال، كيف سيتعاطى لبنان مع هذا الملف الذي بات يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً ثقيلاً على لبنان؟ كل هذه الملفات السياسية والاجتماعية والأمنية نبحثها مع الصحفي والكاتب السياسي، مع الأستاذ غسان جواد. أستاذ غسان، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك تلفزيون لبنان. أهلا فيك، شكرا. لما نبلش من عودة اليوم السفير السعودي إلى بيروت والجولة اللي عم بقوم فيها على مختلف المرجعيات السياسية والروحية، هل برأيك اليوم تغير موقف المملكة العربية السعودية؟ البعض شاف في شيء إيجابي، البعض بقول لازلت على موقفها أنه ما بدها تفوت بلعبة الأسماء. معلوماتك. يعني من الواضح بأننا أمام شيء مستجد في الموقف السعودي. لا يزال السفير السعودي متحفظ في تسريب يعني الفحوى الحقيقية للموقف السعودي حتى للذين التقاهم، ولكن هنالك شعور عند الذين التقاهم مؤخرا بأن اللهجة واللغة السعودية اختلفت وانتقلت من الصمت السلبي ومن عدم التعليق والحديث في مواصفات الرئيس من دون الخوض في التفاصيل إلى اليوم الاستعداد للبحث وإلى الاستعداد بالكلام في الأسماء، لسيما عندما تقول السعودية على لسان السفير بأنها ليس لديها يعني مشكلة مع أي مرشح. ولكن الموقف السعودي مهم، ولكنه لا يكفي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وحده. طبعا لحتى يفهم علينا أكثر الناس، الصيغة اللبنانية فيها مستوى من التدخل الدولي والإقليمي، ولكن التدخل الدولي والإقليمي لا يقتصر فقط على دول بعينها، يعني هنالك حسابات لمجموعة من الدول في لبنان منها السعودية. اليوم إذا اتفقت إيران والسعودية بلبنان بهذا شيء كتير منيح، ولكن ما بيكفي، بدك الأمريكان معهم والفرنسي وغيرها من الدول اللي عندها شيء من الحيثية في المشهد اللبناني. وأيضا الاتفاق اللبناني فينا نقول أيضا البيت الداخلي، يعني الكل اليوم عم بيحسوا أنه اللبنانيين يعني محاولة، أنه هيدي مسؤوليتهم اليوم، هن لازم يجتمعوا ويتحاوروا وأن يأتوا برئيس إلى سدة الرئاسة. في محاولات يعني بلبنان لتقريب وجهات النظر، أنا من البداية بسميها محاكاة، المحاكاة اللبنانية للملف الرئاسي. كنا من فترة طويلة نحتاج إلى بعض الليونة السعودية واستيضاح حقيقة الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي بيعكس حاله عند بعض الكتل النيابية في لبنان. فاليوم بعد التفاهم السعودي الإيراني الذي ينعكس على كل المنطقة، هنالك قطار تسويات انطلق من بكين وصولا إلى اليمن، إلى البحرين، إلى العراق. واضح الأمريكي اليوم بأنه يعني يعمل على فرملة هذا القطار الإقليمي التسووي،
قطار التسويات الإيرانية السعودية يعمل على فرملته الأمريكي في سوريا ولبنان. بسوريا من خلال نظام العقوبات فجأة، يعني طبعا هنا عم بيحطوا عقوبات من فترة، ولكن مجرد يعني طلع اتفاق بكين بعد أيام حطوا عقوبات على سوريا. وهون بلبنان أيضا يعني احتمال أن يكون الأمريكي في صدد تغطية الاستعصاءات القائمة حاليا تجاه العملية الرئاسية. إذا كان هذه حقيقة الموقف الأمريكي فأنا بقول لك أنه من الصعب إحراز اختراق، ولكن إذا كان الأمريكيين أبدوا عدم ممانعة بالحد الأدنى يعني وتركوا الأمور للحكومة ورئيس حكومة وغيرها تتسلي متكاملة تتقطع ساعتها. هل اليوم يعني عندما ممكن نظبط برئيس بخلال شهرين؟ فينا نقول أنه لما اليوم السعودية ترحب، يعني طبعا خلال على لسان السفير السعودي ترحب بأي رئيس ينتخب من يعني في المجلس النيابي، هي ترحب فيه، يعني كانوا عم تقلون اليوم يعني اللعبة في أو فينا نقول الطابي ملعب اللبنانيين. السعودية أو أمريكا؟ سعودية. ما هذا موقف تقليدي يعني، لا هي ما عم تتدخل بالشأن اللبناني وهذا شأن سياسي لبناني على اللبنانيين. في نواب بيتأثروا بالقرار السعودي مثل نواب بيروت، مثل بعض نواب البقاع بالبقاع الغربي بعكار يعني لا، السعودية إلى حيثية هلا عم بتدير هذا الملف بطريقة ما تبين أنه عندها مرشح، ولكن الحديث اليوم يجري عن تفاهم ينطلق من المبادرة الفرنسية عمليا. ليس هنالك اليوم يعني سوى من مادة رئاسية حقيقية سوى المبادرة الفرنسية والزيارة التي قام بها الوزير سليمان فرنجي إلى باريس وحالة الدعم التي يتلقاها من عدد من الكتل المحلية التي أيضا تعكس بعد دولي وإقليمي يعني. عدا عن ذلك في محاولات عن بعض القوى لسيما ما يسمى قوى المعارضة للاتفاق على مرشح مع التيار الوطن الحر، يعني كان في جهود بآخر شهر للاتفاق بين التيار الوطن الحر، القوات اللبنانية، الكتايب، المستقلين، ما يسمى نواب التغيير، على ترشيح اسم معين يطلعوا فيه للبنانيين. يبدو أنه ما مشي الحال بعملية الاتفاق بين هذه القوى، كان مطروح جهاد أزعور يعني أن لا زالت هذه الحركة يعني قائمة اليوم، عم ينحكى زيارات أو لقاءات النائب باز كيف أنه عم بدهم يظهروا اسمين يمكن على أن يتم الاختيار لاحقا على اسم واحد وينزلوا فيه على المجلس النيابي في وجه رئيس تيار. هلا هذا منيح يعني، آخر شيء مطلوب كمان الكتل إذا عندها مرشحين تعلن عنهم وننزل على المجلس النيابي ساعتها. ساعتها بس توضح الصورة بيدعي الرئيس نبيه بري لجلسة. في جهود كنا عم نقول للاتفاق على اسم جهاد أزعور، بس واضح اليوم انه القوات اللبنانية غير متحمسة للتعاون مع التيار الوطن الحر، معتبرين بحسب ما يعني عم نعرف بانه التيار بده يحسن شروطه في هذه الخطوة وهو لن يذهب للأخير في هذه المعادلة، هيك القوات معتبره، ولذلك بحس انه هذا يعني الخيار صعب. ممكن نشوف اسم اليوم مرشح يجمع الكتائب والقوات اللبنانيه والفريق المعارض كان مطروح يعني الكتل المسيحيه الوازنه، وبيبقى التيار خارج هذه المعادله. هلا واضح انه مع التيار ما اتفقوا يعني لا سيما القوات. اما يرجعوا القوى الثانيه يعني قوات كتائب المجتمع المدني التغييريين واضح كمان بقلب هالمستوى من المعارضة في مشكلة على وجود تفاهم على اسم المرشح. يعني في ناس بيروحوا نحو مثلا صلاح حنين وبينتهم أيضا نائب صادق جنبلاط يعني حتى وكتلة اللقاء الديمقراطي، بس بالمقابل في أطراف تانية ما بتروح على هذا الاسم يعني. حتى اليوم بعدها بسميها محاكاة لبنانية بمقابل أن الواقع الإقليمي تقدم. يبقى أن نستكشف الواقع الأمريكي، هل الأمريكيين يعني بظل حرب أوكرانيا، بظل مخاوفهم من كتير ملفات، بظل
أن اتفاق بكين جرى يعني بمعزل عن رغبتهم وإرادتهم، هل سيسمح بسلاسة بأن يجري يعني تطبيق مندرجات اتفاق بكين أو الانتقال بين السعودية وإيران إلى الحوار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني؟ هاي ملف إذا انتقلنا له عن جد ونجحت الرياض وطهران بخلق يعني علاقات ثنائية مستقرة وفي إلى متناغمة ومتفاهم عليها، هاي بتنقل المنطقة مستوى تاني من الاستقرار. على الموقف اللبناني اليوم فالأمريكي هون أنا برأيي إذا ما مشي بهالتفاهمات بيكون دوره تخريبي. قديش قدرة اليوم الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله يمكن فينا نشوف ممكن يغير أو يكون عنده لديه لا زالت لديه هذه القدرة بإقناع أو يكون في ليونة من التيار الوطني الحر وتحديدا من نائب جبران باسيل تجاه المرشح فرنجي؟ حتى اليوم لا، يعني حتى اليوم واضح موقف التيار هو موقف متشدد حيال هذا الترشيح، ولكن بعد في وقت. هل زالت القنوات مفتوحة اليوم؟ القنوات بين حزب الله والتيار أكيد، بس المردة والتيار ما بعرف، يعني واضح. هلأ حركة الأستاذ لياس بو صعب ممكن تعمل اختراق ما، لنشوف. ممكن النواب الحزبيين ما ينتخبوا بينما النواب الباقي التكتل ينتخبوا، يعني في إمكانية لإيجاد صيغة ما للتعاون مع التيار بحال وجد اسم آخر أو مرشح آخر في وجه رئيس تيار المردة. تماما، وأكثر من هيك، يعني الرغبة السعودية الفرنسية هي بسلة. شو السلة؟ يعني رئيس الجمهورية بدهم إياه حزب الله والثنائي الشيعي ومجموعة من القوى السياسية والمسيحيين المستقلين في لبنان وفي المرشحين الآخرين يعني اللي مطروحين واللي بدنا ننتظر تسميتهم من قبل اللي بدهم يدعموهم، وبدنا ننزل على المجلس النيابي ساعات. بس انا عم أقول السلة المقترحة رئيس جمهورية، رئيس حكومة ترضى عنه السعودية يعني او توافق على التعاون معه السعودية، وحكومة واصلاحات وربما قانون انتخابي جديد او تعديلات في القانون الانتخابي الحالي صندوق النقد الدولي والى اخره، والكهرباء والودايع والملفات المطروحة واللي الناس ناطرة الحلول فيها. يعني هذه السلة المتكاملة، وهي بدها شوية جهد على ما يبدو بعد. يعني معولين اليوم على المبادرة الخارجية اللي ممكن تنعكس، لحد هلأ ما شفنا أي انعكاس إيجابي على الملف اللبناني وتحديدا الملف الرئاسي. يعني اللغة، يعني لما بتشوفي وسائل إعلامية محسوبة على السعودية بالسفارة الإيرانية مؤخرا، أنا كنت بالمؤتمر الصحفي لوزير خارجية إيران الوزير عبد اللهيان، كان في الام تي في والاساس ميديا ومدن وكلهم هو قنوات، يعني شيء عند قطر شيء عند السعوديه كاعلام، لكن كنواب اليوم في العديد من النواب اعتذر عن يعني دعوه الوزير لانه ما يعني كان بعد يعني هون بتعكس ايضا التاثر بالموقف السياسية السعودي. صحيح. بمرحله مقبله قد نجد انه هالاعتبارات زالت امام هون النواب وغيرهم من النواب. يعني في حكي هلا لحد الان ما في حكي جدي عن لقاء كتله نواب حزب الله بالسفير السعودي، طلع هالكلام بالاعلام ولكن ما له اساس جدي. ورغم انه ما له اساس جدي اليوم هذا الذي خرج في الاعلام، الفكرة واردة أمام مناخ المنطقة الجو بالمنطقة واردة، بس هون إنه السعودية حاطة حزب الله على وائح الإرهاب وفي حرب، في هو ملفات بدها تنحل بين الطرفين، وأيضا يعني بينتهم ملف اليمن اللي ملف اليمن 70-80% صار خالص الملف مع السعودية. يعني ممكن نشوف لقاء قريب بين قيادة حزب الله والسفير السعودي اللي هلأ عم بيقوم بجلسة؟ الآن لا، الآن ما في هيك شيء، بس المناخ الجو المنطقة بيقلك انه وارد انه ينفتح خط، اذا ما انفتح يعني اذا ما صار الحكي بالقنوات الخلفية بلش
وارد انه يبلش بالمرحله دي. قديش بتشوف اليوم حظوظه لازالت عاليه؟ يعني المرشح رئيس تيار المرضى، يعني كل اللبناني اليوم كل واحد عم يفسر من وجهه نظر، والبعض بيشوف رئيس بري بيقول انه طالما ما في فيتو من السعوديه على سليمان فرنجيه يعني ماشي الحال. القوات اللبنانيه والكتائب وغيرها بيشوفوا انه يعني السعوديه لم تلزمهم انه بالضغط على حلفائها انه يمشوا برئيس تيار المرضى، هيدا بيشوفوا انه عم بيضعف حظوظ رئيس تيار المرضى. بعضهم الكثير من حلفاء المملكه يعني بجو انه لا ما حتمشي بسليمان فرنجي، بس بالغالب هاي الاطراف اخر يعني اخر ناس بينسأل رأيها باللعبه الدوليه، لعبه الامم. يعني بعد 10 سنين من صراع دامي بين السعودية وإيران في المنطقة، اضطروا الدولتين أمام الوقائع التي ارتسمت على الأرض أمامهما بعد 10 سنوات دامية في سوريا، في العراق، صحيح. في صحيح. اليمن، في البحرين، راحوا على تفاهم، لأنه السياسي متحركة والسياسي مصالح وليست يعني مواقف هيك فقط باخذ موقف وبعد انا بنطر لتقوم لقيامي يعني ليتغير الموقف. ما في منه هذا الشيء بالسياسي. السياسي متحركه، لعبه مصالح، لغه مصالح دوليه واقليميه، وبلد مثل لبنان صيغته الداخليه هشه وتركيبه طائفيه، كل طائفه عندها حساباتها، عندها يعني معطوفة على قوى إقليمية لبرا. فإيه لا، الواقع الإقليمي له كلمته في لبنان، والتفاهم السعودي الإيراني بدأ ينعكس أصلاً على اللغة، على الأسلوب، على حتى العلاقات الثنائية والبينية بين كثير من الناس. ولكن يحتاج هذا التفاهم الإيراني السعودي إلى حد أدنى من عدم الممانعة الأمريكية لحتى يمشي. أما إذا الأمريكان بدوا يكملوا بالتخريب، بدوا يفرملوا القطار الإقليمي اللي ماشي، بدوا يفرملوا التسويات الإقليمية، عم بيفرملوها واضح بسوريا، وعم بيجربوا يمكن يجربوا يفرملوها بلبنان. ولكن كمان مش كل شيء بدوا إياه الأمريكاني بصير. ممكن بهالشهرين المقبلين أمام شو عم بصير برا، بتكون توضحت حرب أوكرانيا أيضا، لأنه الأمريكاني بيشوف العالم على خريطة واسعة. كانوا بعد ما حين وقت الملف اللبناني يعني ما عندك عم يحضر أوكرانيا، عندك الصين، عندك المنطقة، يعني في ما العالم بمرحلة انتقالية وتحولات جذرية. في بعض اللبنانيين ما عم يفهموها هالتحولات، لأنه عم بيشوفوا من زوايا تقليدية، من زوايا لغة صحيح. ما قبل 2015 لما فات الروسي على سوريا، انتقلت المنطقة إلى لغة جديدة وإلى معطى بموازين القوى جديد، ومن ثم عندما استعيدت حلب إلى آخره. هلأ التفاهم الإيراني السعودي ببكين قنبلة بالمنطقة وقنبلة بالعالم سياسي، ولكن بدها وقت لتبلش تترجم بناء الثقة بين الطرفين. بلش بالملف الأمني، هلأ بإيران وبالسعودية في إشارات واضحة على التعاون الأمني، وأيضا مواقف تجارية أيضا فيه، ورايحين بس يستفيدوا من التعاون، بس يطمئنوا لناحية التعاون الأمني. عندهم للسعودي أولويات والإيراني أولويات، بينتقلوا أيضا للعلاقات الثنائية والعلاقات السياسية والحوار الإقليمي والتعاون الاقتصادي. الجانب الاقتصادي في هذا الاتفاق لا يقل أهمية عن الجانب السياسي والأمني. أنا بعرف من الإيرانية وبعرف من جو السعوديين، لما كنت بشهر 11/2022 من كم شهر بإيران، الإيرانيين عندما تحدثوا أمامي عن السعودية تحدثوا، وهالكلام قلته مش أول مرة يعني، كان صاير كان بعد بده 5 أشهر ليطلع الاتفاق، إنه هني قطب ونحن قطب بالمنطقة، إذا تعاوننا بينعكس هالشيء إيجابا على المنطقة. نحن ويوم محتاجين لبعض بالتعاون الاقتصادي والتعاون الأمني والسياسي، وصرنا عاملين 5 جلسات والسادسة علنية وسيعقبها
اعلان عن فتح السفارات وعوده العلاقات الثنائيه. اللي صار ببكين هو هذا سيزعج واشنطن. هيدا الموضوع هذا اللي صار ببكين هو الجلسه السادسه اللي حكوا عنها بايران من 5 اشهر لما كنت انا بشهر 11. قد ايه صرنا اكثر كمان يعني نحن هلا شهر 4 ايه من 5-6 اشهر. هذا الاتفاق اذا قيد له بان يعيش وانه ما يرجع لحسابات الدوليه تخربطه بيعكس حاله ايجابا على المنطقه ومنه بيرتاح لبنان. اذا بننتقل على الملف السوري اليوم وزياره الرئيس الايراني الى سوريا، قد ايه بتشوف لها دلالات مهمه بالمنطقه وانعكاسها يعني من ضمن التقارب اللي عم نحكي عنه، تقارب السعودي الايراني وايضا السوري العربي؟ بدك للصراحة رح أحكي عن نقطتين، واحدة بتعلق بسوريا وبالبعد الإقليمي، واحدة لها علاقة بالزيارة وإنعكاسها حتى على لبنان. بالبعد الإقليمي هذه الزيارة تأتي بعد حرب دامية خاضتها سوريا. وقفت إيران إلى جانبها في مواجهة هذه الحرب الكونية التي كانت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم وفي بعض التحولات اللي عم تصير وبعد انتصار سوريا، إيران معنية بتظهير من خلال يعني النشاط الدبلوماسي الإيراني مؤخرا، واضح أن إيران معنية بتظهير انتصارات العشر سنوات على الإرهاب وغيره. اثنان، بتظهير وهي الأهم، نظام إقليمي أو منظومة إقليمية متناغمة متفاهمة بعيدا عن الهيمنة الغربية وعن التدخل الغربي والبوارج الأمريكية في المنطقة. إذا نجح الإيراني وإذا السعودي ضل مكمل بهذا المسار، إيه أنا عملك المنطقة رح تنتقل لمحل تاني كليا. للعقود اللي جابها معه والاتفاقات الاقتصادية والنقل والقطارات وإعادة الإعمار وغيرها من الأمور بالغت الأهمية والاستراتيجية بين سوريا وإيران، وهذه كمان بتتوج علاقات سوريا بالعرب، الحوار السوري التركي، والحوار السوري التركي انطلق وهنالك إنجازات حدثت في موسكو في الشهر الماضي في الاجتماع الرباعي الذي جرى بين وزراء الدفاع ومدراء المخابرات لإيران روسيا تركيا وسوريا. ومنطقة شمال غرب سوريا في إدلب بعد الانتخابات التركية ستكون مع موعد تحولات جذرية على إيقاع الواقع الإقليمي. أنا عندي معلومات أنه الاتفاق جرى في موسكو ولكن تظهيره سيكون بعد الانتخابات التركية. هذا المناخ معناتها بلشت الدول عم تشتغل، واللي فهمته باتفاق موسكو يعني أو تفاهم موسكو بين سوريا والأتراك هو عودة المهجرين، الدولة السورية بتستلم الحدود، يمكن دمج بعض العناصر بالجيش السوري مما يسمى الجيش الحر أو حتى بعض الفصائل الإسلامية، ولكن من العناصر المحلية وليس عناصر الإرهاب الدولي. التسوية سريعة ما بين تركيا وسوريا، بيبقى في 10,000 إرهابي دولي بدو يشوفوا وين بدون ياخدون بالعالم يستفيدوا منهم الأمريكان. فهل بهذا المناخ مننتقل على إنعكاس هذه الزيارة على لبنان؟ بارح بالزيارة في اتفاقيات اقتصادية وفي اتفاقيات ربط اقتصادي ومواصلات وقطار سوريا وسكك الحديد وإعادة الأعمار. إذا انطلقت ورشة إعادة أعمار في سوريا وكما يطمح الإيرانيون من خلال المشاريع، يعني جاب معه وفد اقتصادي كبير رئيس رئيسي إلى سوريا، هذا بده يخلق ورشة كبيرة بسوريا تؤدي إنه كتير من النازحين السوريين الموجودين في لبنان اليوم أن يعودوا إلى سوريا، لانه بدنا نفصل يعني بملف النزوح اللي عم ينثار. لكن هون اين دور الولايات المتحده؟ هل ستدع هذا الموضوع؟ هي عند ازعج هذا الموضوع عم تقول يصير قلق للمنطقه تماما. التقارب السوري الايراني، اثاره ملف النزوح في لبنان بهذا الشكل الفوضوي وبهذا الشكل التحريضي، على الرغم من وجود مشكله بالضغط على لبنان اقتصاديا وعلى مستوى الخدمات والبنى التحتية وغيرها، إثارته ليست اليوم بريئة.
بهذا الشكل. أكيد عنا مشكلة، وأكيد الـ UHCR والـ UNHCR والمنظمات والجمعيات وعم يشتغلوا لمصالحهم، وحتى عم يستغلوا السوري واللبناني. صحيح. بس ولكن إثارة الملف وتثوير الناس ودفعه نحو اشتباك، وهذا بيعمل إرباك بالساحة الداخلية وبيعود إنتاج الفتن التي يعني تتناقض مع التفاهم السعودي الإيراني. الفتنة إذا صارت راح تلف تلف شو ما كان عنوانها، وآخر شيء يعطوها طابع مذهبي، ما بدي أتوسع أكثر. راح تلفت كيف ما بلشت وكيف ما كانت تفاصيلها، راح تلف الفتنة بلبنان وآخر شيء يعطوها طابع مذهبي. الأمريكان والإسرائيلية بعد الكف اللي أكلوه الإسرائيلية بالجنوب مؤخرا وعدم قدرتهم على الرد، إلهم مصلحة يعملوا إرباك للساحة الداخلية، والأمريكاني ليفرمل الاندفاع الإقليمي اللي هو براطة إلهم مصلحة يعمل إرباك للساحة الداخلية. ولكن بالمقابل الشغل اللي عم ينعمل مؤخرا جيد، حتى يعني نحن دايما منحمل الدولة مسؤولية. اللي عم تعمله مؤخرا الدولة في ملف النزوح جيد، بمعنى تشديد الضبط الأمني، تنفيذ القانون لما معه وراء لكذا غيره المشاكل، بنفس الوقت يعني التعامل مع المنظمات الدولية بوضوح وصراحة بأن لبنان لا يحتمل هذا العدد من النزوح، وبالتالي لابد من خطة للعودة الطوعية عم يشتغلها الأمن العام. لكن معلوماتك بموضوع يعني 1,600,000 ناس، هل بيتحمل الآلات اللي عم تطلب يعني الورق للأمن العام؟ الأستاذ سالم هون على التلفزيون صحيح، وعلى واضطر يعني بسبب هذا الذي قيل اضطر UNHCR اضطرت بأن تصدر بيانا توضيحيا، وسمعت من الأمن العام ومن الحكومة اللبنانية كلاما انه لا، لبنان ما قادر يفوت بهذا المسار، انتم ما كنت خربوا لبنان اصلا. اللي مش قادرين يطلعوا على سوريا قديش عددهم؟ 300,000 انكترت. طب لبنان يعني مطالب من زمان يعني بالعودة الطوعية. تماما الكلام اللي نقله الأيام اللي وقع بس إبراهيم للاجئين صحيح، الكلام اللي نقله لمنظمات اللاجئين UNHCR لبنان غير موافق، انه لبنان ما قادر. بعدين هول اللي عم تقولوا عنه ما بلد لجوء يعني يتحمل هذا العدد، لا مساحته لا تركيبته لا صيغته. هول اللي عم تقولوا عنهم ما قادرين يطلعوا على سوريا قد ايه عددهم؟ تقديرات الامن العام انه عددهم 300,000 مش اكثر من هيك. وبالتالي في أرقام الأمن العام اللي أعلنها اللواء عباس إبراهيم، واللي هلأ المديرية يمكن كمان لا تزال، هي 2,080,000. في منهم إجوا قبل 2015، قبل الحرب، نزوح الحرب اسمه، هذا من 2011 ل 2015 اسمه نزوح الحرب. كل من دخل بعد 2015 دخل نتيجة يمكن الأوضاع الاقتصادية، نزوح الاقتصادي كل من دخل بعد 2015 باستثناءات بسيطة هو نزوح اقتصادي. والنزوح الاقتصادي ما فيك تيجي تقلي انت كل حدا يعني اجا عمل نزوح اقتصادي بك تعامله كلاجئ سياسي هارب من الحرب ومش قادر يطلع على سوريا. مين هن المليون مواطن اللي طلعوا انتخبوا الرئيس بشار الأسد واللي عيد الفطر راحوا عيدوا ورجعوا على ولذلك لبنان. هذا الملف يجب العمل عليه بتأني بهدوء بدعم خطوات الدولة بدون تحريض بدون تثوير إعلامي بدون تحريض السوري على اللبناني واللبناني على السوري، تطبيق القانون والضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم خطة الأمن العام في العودة الطوعية تدريجيا إلى أن يأتي الحل السياسي النهائي، يكون إلى وضع يعني زمني يعني وضع ومدة زمنية نلتزم فيها. بس يجي الحل السياسي النهائي وتبلش إعادة الأعمار بسوريا، النازح الاقتصادي على لبنان بيرجع لأنه بصير في شغل بسوريا. وأكثر من هيك العقوبات الأمريكية التي اشتدت بعد 2017 هي كمان كانت سبب رئيسي بالنزوح الاقتصادي من سوريا إلى لبنان، لأنه جاعوا الناس تعبوا 10 سنين حرب حصار عقوبات على كل القطاعات بما فيها الأدوية والنفط والمستشفيات كل شيء عقوبات خنقوا للبلد
وين بدها تروح العالم؟ اليوم عم تقله كمان للنازح السوري خد معاش اخر الشهر وما تشتغل وخليك بلبنان، يعني ما بدهم يرجعوا على بلدهم، قادرين اليوم يروحوا على المخيمات السورية. الامم المتحدة امبارح مع الزميل فراس شوفي ويضل يتقاضوا، صار لهم يومين الامم المتحدة ومنظمة النازحين المنظمة الدولية للاجئين يومين عم بيوضحوا انه هني ما بدهم يوطنوا، لا عندهم خطة لابقاء النازحين ولا شيء. امبارح ممثل الامين العام للامم المتحدة بالاخبار مع الزميل فراس شوفي والبيان اللي اصدروه، وانا امبارح حكيت مع مصادر بالدولة وبالامن العام، لكن كان في مطالبة من قبلهم انه بدهم يوطنوا. صحيح اللي قاله الاستاذ سالم مزبوط كان، ولكن تراجعوا عنه بعد تسريبه واضح. ودائما هون بنقول انه الصحافي لها دور بإبراز لما بتساعد، لما تاخذ الموقف الصحيح بالوقت الصحيح. تسربت هالمعلومة، الرأي العام اللبناني صار يغلي. تاني يوم صار في اجتماع معهم لمنظمة اللاجئين UNHCR وتراجعوا عن كثير من الأمور وطلعوا بيان بيقولوا فيه انه نحن لا نسعى الى التوطين، عظيم، وكمان نحن لا نسعى الى اثارة الملفات وخلق مشاكل. وجودهم واستمراريتهم بلبنان بهيدا يعني مشاكل. كان عبء على كل ما اجت الدولة او الامن العام او الجيش وقف واحد وعمل له ترحيل وفق الاليات بدنا ندب الصوت. بس كمان يكون الترحيل وفق الآليات عبر الأمن العام عبر المؤسسات بقرار قضائي وليس استنسابي، لحتى الدولة أيضا تكون ماشية بالطريق الصحيح ونخف شوي العبء على لبنان. بالسياق ننتظر إعادة الإعمار بسوريا. زيارة السيد رئيسي بتعكس إيجابا، يعني إذا انطلقت الورش بسوريا بإعادة الإعمار غالبية اللي إجوا نزوحا اقتصاديا، حتى اللي إجوا نزوح الحرب بصير فيهم يطلعوا. أما اللي مش قادر يطلع في يكون لبنان بلد ممر، يعني بيتحمل لبنان إنه إقامة مؤقتة لا حتى يروح على أوروبا أو شيء، بس إنه يكون لبنان أيضا بكرة بالتسويات خاسرة رخوي لسوريا، إنه يكون في تجمعات للمعارضة واستهداف لسوريا عبر لبنان، هذا ما حدا حيقبل فيه. ونحن قلنا مصالح مع سوريا مثل ما سوريا اليوم لها مصالح. حتى السوري معنا اللي عايش بأوروبا خارج لبنان عم بيكون يعني نقطة انطلاقه من لبنان، بسافر على أوروبا وبيرجع على لبنان ويرجع بيفوت غير شرعي على سوريا، عم يتحرك السوري يعني على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. هذا الملف حتى يعني الواحد يكون واضح فيه، الكلام العنصري التحريضي، الكلام آخر شيء، نحن وسوريا بلدين جارين وسنبقى هكذا لبعد 1000 سنة لقدام، ما بدنا نخلق مآسي وأحقاد. بكفينا شو صار من أحقاد ومآسي بال10 سنوات الماضية بين شعوب هذه المنطقة بسبب الحروب التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك العمل على فكفكة الألغام في هذا الملف بهدوء، دعم ادوار الدولة، بلشنا نشوف يعني التقارب العربي السوري، فكيف يعني لبنان تماما جغرافيا مع سوريا، ودعم الدولة بخطواتها. الدولة عم تكون خطواتها ايجابية. هلا بيطلع لك واحد بصير يحمل الدولة مسؤولية وهون اخطأ وهون ما اخطأ، اوكي، ولكن ما ننسى انه نحن بازمة غير مسبوقة. موازنة الدولة اللبنانية كلها انكلودينج يعني تلفزيون لبنان 930 مليون دولار، الحكومة بتشغل البلد كله اليوم، كله برواتب القطاع العام إلى آخره، 930 مليون دولار بالسنة، أقل من مليار دولار. يعني ما فينا نجي كمان نحمل الدولة فقط هيك، يعني ملف دولي كبير في ضغوطات دولية كبيرة وإقليمية في له أبعاد، يعني بيتهددوا أحيانا كانوا المسؤولين اللبنانيين يتهددوا بالعقوبات إذا عملوا أي إجراءات إلى علاقة بالنازحين. ولذلك هذا الملف بده فكفكة عرواء، بدون حكي عنصري، بدون حكي طائفي، بدون حكي تحريضي، وتدريجيا خطة، بدها خطة وخيط طيب. الدولة بندعم خطواتها والضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليغير سياساته بهذا الملف قبل ما نفيق الصبح على مأساة. هذا الملف إذا ما تعالج سينتهي مع الأسف بمأساة، وهذا اللي ما بدنا اياه كلنا. يعني استاذ غسام نتوقف ونتابع بعد حلقتنا بعد الفاصل الاعلاني، مشاهدينا فاصل ونعود. مش
مشاهدينا احييكم مجددا ونعود لمتابعه حلقتنا مع الصحفي الاستاذ غسان جواد. اهلا وسهلا فيك مره جديده. يعطيك العافيه. السؤال الاخير بما يخص ملف سوريا اليوم، هل ستعود سوريا الى حضن جامعه الدول العربيه في يمكن اجتماع يوم الاحد بخصوص موضوع سوريا وايضا السودان؟ وقت كانت سوريا برات الجامعه العربيه، في عندي صديق من الظرفاء هيك أديب ومثقف بيت قطايا من البقاع، عم بقول له أنا يعني شو إلى قيمة الجامعة العربية بلا سوريا؟ فهو وقتها جاوبني جواب يعني مع أنه هو بالغرف المغلقة بس بنقوله، قال لي هي الجامعة العربية مع سوريا وإن شاء الله مقلعة، فبلا سوريا ما إلى أي معنى إطلاقاً يعني. وعودة العرب إلى حضن سوريا وليس العكس، لأن سوريا انتصرت على المؤامرة، انتصرت على تدميرها وتفتيت دولتها وتقسيمها. بتشوفها انتصرت بعد هذه الحرب الطويلة على أرضها؟ أكيد انتصرت. شو لكان؟ شو كان مطلوب تكون مثل ليبيا هلا، مثل الصومال، مثل أي دولة من هالدول اللي تقسمت وتفتتت. بعد أوكي في ملفات حيوية بعد بدها علاج، بس المناخ كله لمصلحة سوريا اليوم، ولذلك يعني مش مستبعد هلا من ضمن الاشياء اللي كنا عم نحكي فرملة الاندفاع الاقليمي والتصالحات الاقليمية امريكيا، الامريكان نفسهم ضغطوا على الجامعة العربية لمنع دعوة سوريا هالمرة وبعدها ما انحسمت، يعني يمكن هالدورة نشوف سوريا بالجامعة ويمكن لا تروح للدورة الجاية. هذه الضغوطات الأمريكية بتأكد مجددا بأنه الجامعة العربية منظمة إقليمية أوكي يعني بتأمن مصالح بعض الدول العربية ولكنها لا تعكس مصالح العرب، وأحيانا بتتأثر بالإعاز الأمريكي، وهذا أمر سيء. يعني كيف دولة مثل سوريا هي قلب العرب، الشعوب العربية من الصومال وموريتانيا والمغرب والجزائر إلى الخليج إلى مصر، كلهم إجوا تعلموا في منهم بسوريا، عاشوا سوريا، كانت فتحة قلبها للعرب جميعا، حتى العربي ما بده فيزا يفوت على سوريا، كان أي عربي انه تجي امريكا توقف دخول سوريا على الجامعة العربية، يعني هذا مناقض للفكرة نفسها، يعني حول وجود منظمة اقليمية تمثل مصالح العرب بهذا المعنى. يعني هلأ هون تقنيا مش مهم ان سوريا تروح على الجامعة العربية او لا، ما هي العلاقات الثنائية اللي عم تعملها هي افضل بكتير لسوريا من العودة الى الجامعة العربية اليوم، لانه السوري بده بالاول علاقات ثنائية، شو هيستفيد بالجامعة؟ يعني الجامعة اطار اقليمي واسع وفي حسابات كتيرة بقلبه، بينما اذا زبط علاقته مع السعودي ومع المصري ومع الى اخره بشكل ثنائي بيكون منتج وبيأسس لمرحلة تانية يعني من العودة الحتمية لسوريا للجامعة العربية. هل بتشوف اليوم السودان تحديدا، ساحة السودان يعني حتكون كساحة بديلة او يعني الساحة الاخرى البديلة بدل اليمن او سوريا بما تقوم به؟ لا مش بديلة، يعني كل بلد عنده ظروفه، عنده كل بلد ظروفه واسباب مشاكله، ولكن اللي بعرفه أن السودان هو جزء من إفريقيا والبحر الأحمر، وبالتالي هنالك صراع دولي على إفريقيا يتشكل ويتظهر انطلاقا من السودان، وهذا بلش من 2011 عندما جرى إسقاط نظام القذافي، انهار النظام الإقليمي، مالي وكل المنطقة وتشاد، كل المنطقة حول ليبيا والسودان نظام الإقليمي فيها مضطرب، وهنالك دخول لقوى دولية جديدة مثل روسيا والصين، وهنالك أيضا قوى دولية من الاستعمار القديم الفرنسوية وغيرهم عم بتجرب تمنع الروس والصينيين أنهم يتمددوا وتحافظ على مصالحها التاريخية بهذه البلاد، فهون عم يتشكل صراع دولي أمريكاني غربي مع روسيا والصين على ثروات في إفريقيا.
الفرق بين روسيا والصين والغرب انه روسيا والصين بفوتوا على الدول بيشتغلوا وفق نظريه وين وين سيتويشن، نظريه رابح رابح، بينما الغرب والعموم عم بفوت على الدول بيستغلها، بحط شاليموني وبلش يسحب لهم ثرواتهم ودمهم وصار لهم 200 سنه عم يسرقوا بافريقيا الغرب وبعدهم ما شبعوا منهم، وبعدها لليوم رغم قديش صار لهم عم يسرقوا منها لافريقيا، لليوم بعد افريقيا هي منجم ذهب العالم، فيها ثروات يحتاجها العالم ل 200 و300 سنه لقدام، مش بس ذهب والماز وغيره ومناجم فحم، الهواء بافريقيا، الشمس بافريقيا، كل شيء له معنى بافريقيا، وموارد بافريقيا بيحتاجها العالم، ومواد اوليه ومواد خام. هذا الصراع بالسودان هذا طابعه الدولي والاقليمي. كما فينا نقول اليوم امتداد الولايات المتحده اليوم يعني بما ما يجري على الساحه الاوكرانيه الروسيه على ساحه الشرق الاوسط لها امتدادات يعني بكذا دوله وعم تكون متنقله، يعني بيخلص ملف في ملف اخر دائما شغلي او شغلي اوروبا او شغلي منطقه الشرق الاوسط لها حسابات ايضا الولايات المتحده. بطبيعه الحال انا عم اقول انه لا شك بانه الانفجار الاوضاع في السودان له علاقه بمصالح دوليه وبصراع داخلي، هنالك صراع دولي على افريقيا بدا يتشكل من سنوات وهلا عم ببلش يبين، ويمكن نروح نشوف دول تانية كمان فيها مشاكل، ولكن الصراع الداخلي بطابعه انه سلطه، يعني شيء بيشبه حرب الالغاء بالمناسبه، يعني اللي صارت بين الجيش اللبناني والقوات ب 88. كيف يعني؟ الجيش السوداني كان عنده مشاكل بدارفور فماش قادر يواجه لوحده المنظمات الانفصاليه باقليم دارفور، قام شكل من القبائل العربيه ما يسمى قوات الجنجويد وقتها، هي قبيلة يعني. وبعدين قوننا لهذه قوات الجنجويد بمرسوم صدر عن رئيس الجمهورية وتصدى عليه بالبرلمان، بس شو صار بعد هذا القرار؟ انه صار في ازدواجية عسكرية بالسودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بس يكون الحريان. عندك ازدواجية عسكرية بدون يدقوا ببعض، طبيعي، طبيعة الحياة فيزياء يعني. اكسيون رياكسيون، فعل ورد فعل. هلا كيف تشبه الحرب الالغاء هون؟ انه الجيش وقت اسس القوات باواخر السبعينات كان الخطاب اللي اسس القوات وقتها بشير انه الدوله مش قادره تواجه المخاطر فنحن بدنا نساعد الدوله. حتى بعض التنظيمات بالجبهه اللبنانيه المكتب الثاني انذاك هو دفع مصاري وسلحهم، منهم حزب التنظيم معروف كان صحيح. محسوب على المكتب الثاني. كبرت القوات صارت ثقل موازي عسكريا بأواخر الثمانينات بوجه مقابل الجيش اللبناني، صار الاصطدام. فأنا بيسألوني شو رأيك بالسودان، بقول لهم صراع دولي على إفريقيا وبالداخل حرب إلغاء. شيء بيشبه حرب الإلغاء يعني، وبالحروب الداخلية بالمناسبة ما حدا بيربح ولا حدا بيقدر يحسم لمصلحته بالمطلق. إذا ما نرجع شوي على الملف الداخلي وتحرك السفيرة الأمريكية بلبنان، نحكى أنه يمكن ما كان في تصاريح ومضمون لقاءاتها غير يعني معلنة، البعض ربطها بالملف الرئاسي، البعض ربطها بحاكمية مصرف لبنان لأنه شرف على يعني انتهاء ولايته حاكم مصرف لبنان وما بدهم يكون في شغور. طبعا الشغور الرئاسي عم ينعكس على أكثر من يعني شغور شفنا قبل بالأمن العام وهلأ بحاكمية مصرف لبنان لتفادي الفراغ. ممكن نروح على يعني تعيين اسم جديد؟ هل هناك في اسم او هل باستطاعه الحكومه اليوم ان تذهب؟ اول شيء الواحد يعني لازم يسال سؤال انه شو دخل السفيره الامريكيه بحاكم مصرف لبنان، ولكن الاليه الماليه والاقتصاديه في لبنان من لما تاسس لبنان ومن ثم بعد 92 هي تحت وصايه امريكيه لها علاقة بالتركيب المالية بالعالم وسويفت كود وإلى آخره. هلأ حاكم مصرف لبنان عمليا خلصت ولايته بعد شهرين ثلاثة، كل القوى السياسية بجو أنه لازم يتعين حاكم بديل ليكمل بالمعالجة،
أو لا يبلش يعني بالمعالجات وفق الخطة أو الواسعة. يتولى نايبه مهامه. في تحفظ عند القوى الشيعية ما بدهم هالشي، يعني ما كتير متحمسين للثنائي الشيعي، هذه كرة نار مثل عم تنكب بين إيديهم كرمال ما يتهموا بتعطيل الملف الرئاسي. لا مثل كرة نار، يعني مثل كرة نار عم تنكب بين إيديهم، يعني مشكلة القطاع النقدي والمالي والمصرف لبنان وغيره من الأمور. هلأ السؤال انه اذا قدرنا ركبنا السلطة او اعادة تكوين السلطة من هون لشهرين ثلاثة بيتعين حاكم للمصرف، بس السؤال الاساسي والجوهري حول المصرف، انه حول حاكم مصرف لبنان، انه اذا شلنا رياض سلامة وحطينا حاكم مصرف آخر. جديد بس بيشتغل بنفس الآلية المالية والاقتصادية، ما شو حيتغير؟ ما حيتغير شيء. المطلوب لما بنعيد تكوين السلطة نعيد تكوين الذهنية التي تتحكم أو التي تنظر إلى المعطى الاقتصادي والمالي. نحن شو هويتنا وشو بدنا نعمل بالسنوات المقبلة؟ كل الهوية الاقتصادية تبعنا انضربت، المصارف، السياحة، سياسة المصرف أيضا لها ارتكاز على التعليم الخاص، المستشفيات، إلخ يعني إلى آخره. معنيين نحن وعم نعيد تكوين السلطة وعادة تكوين البلد أن نعيد تكوين الذهنية اللبنانية حيال الاقتصاد وحيال ما هو دور لبنان الاقتصادي في 10 و20 سنة المقبلة. نحن كان عنا دور اقتصادي بالمئة سنة المقبلة، بآخر 10 سنوات صار تحولات كبيرة، جرى يعني أخذ هذه المميزات منا، سبقونا دول كتير بالمنطقة، يعني بالسياحة هاي تركيا سبقتنا، بالتعليم الخاص مع العلم انه في مميزات للبنان، لما ينضرب بالقطاع المصرفي يعني ينضرب الاقتصادي بينضرب تماما. هاي الخليج اليوم بالجامعات الخاصة صار عندهم جورج تاون وهارفرد والجامعة الامريكية وشو ما بدك، بعمان وبقطر وبالامارات ويمكن بالسعودية كمان، بالطبابة، يعني كل اللي كنا نحن عنا يا مميزات بالمنطقة عم نفقدها. فلازم نرجع نعمل تعريف لهويتنا الاقتصادية ونقلهم للكوكب وللمنطقة وللعالم نحن شو بدنا نعمل، ما هو الدور الذي سنقوم به اقتصاديا، والخدمة اللي بدنا نقوم فيها كلبنان بالمنطقة، وظيفتنا يعني الاقتصادية بالمنطقة يرجع يقوم وينهض يعني القطاع المصرفي النقدي. وهذا ما بيكون انه نحن نضل مكملين بنفس السياسة، بنتدين وبنروح بنجيب من صندوق النقد الدولي وبنصرف وما عنا اي ابعاد انتاجية. وحتى الثروة الموجودة بالبحر اذا ما نشغل على استثمارها صح بصندوق سيادي شفاف، كل لبناني قادر على يعني معرفة ارقامه والصرف وكل شيء، بتروح هاي الثروة وما بنستفيد منها. يعني لذلك مش بس حاكم مصرف لبنان، لازم نغير الذهنية ونعمل شكل من إعادة تعريف لهويتنا الاقتصادية ودورنا ووظيفتنا بالمنطقة بالمرحلة المقبلة. إذا ما نروح هيك سؤال أخير على ملف القاضي غادة عون اللي بالأمس يعني كان قرار المجلس التأديبي بحقها، و كيف ترى هذا القرار؟ هو هل سياسي البعض اعتبره أو هو محق؟ كان عنده استنسال بعض القضايا وبعض الملفات، هو قرار غير محق ومرفوض من قبلي ومدان. غادة عون يمكن أخطأت بالشكل، عملت أخطاء مسلكية بالمؤسسة، رفضت تنصاع لرؤساء إلى آخره، ولجأت أيضا إلى القضاء الأوروبي، يعني ولكن مقاصدها ونواياها سليمة ونبيلة، كانت عم تحقق بملف الودائع. وإذا أخطأ الموظف في الشأن العام أو القاضي بنعمل عقوبات تتناسب مع حجم الغلط، مش بنروح بنعمل منها انتقام بخطوة شيء من الانتقام السياسي ونطرد ضربة للقضاء اللبناني اليوم، ضربة لمفهوم العدالة وضربة لمفهوم انه شو عم نقلهم للناس، يعني شو عم نقلهم للناس؟ إذا أخطأت غادة عون حاسبوها وفق ما أخطأت به، مش إنه انتقام سياسي. وأكثر من ذلك عم بقرأ تغريدات بتخوت، يعني
معروف بالبلد انه اللي عمل قرار الطرد هو سهيل عبود رئيس مجلس قضاء الاعلى والقضاة اللي معه. هلا بيطلع طاري على تويتر انه الثنائي الشيعي، شو خصه الثنائي الشيعي؟ ليش لو قادر يشيل غادة عون ما كان عنده معركة مع طارق بيطار، ليه ما قدر يشيله لطارق بيطار طالما الثنائي الشيعي قادر يشيل غادة عون؟ كيف شال غادة عون وما قادر يشيل طارق بيطار؟ في حكي مرات بيخوت لا، لأن عمل خطأ كبير مرفوض ومدان، وإذا هي عندها أخطاء أكيد ربما ارتكبت أخطاء، بس بلد مثل لبنان انضرب الانتظام العام كله، المؤسسات انضربت كلها، إجا قاضي ضليته 3 سنين تقولوا بنا قاضي نزيه وشريف وما بعرف شو يحمل سيف العدالة ويهجم على الفاسدين، أم لما إجا القاضي صرت تقولوا عنا شعراتها بشعين وكبيرة بالعمر وشكلها بشع تتنمروا على شكلها ولو، وأنا هذا الكلام عم أقوله لمن استغلوا أحلام الشباب في ثورة 17 تشرين وكذبوا على الناس ونافقوا على الناس وقت 17 تشرين انه انتوا بدكم مكافحة فساد حقيقي. اجا قاضي شو ما كان اسمه، انا بحياتي لا شايفها ولا مسلم عليها ولا حاكي معها ولا بعرفها ولا مني من جمهورها ولا من معجبينها، بس اخر شيء نحن ناس عنا ضمير وعنا اخلاق، ما بقبل انا كمواطن لبناني اني شوف هيك مشهد وقول انه هذا صحيح، لا غير صحيح. هذا مشهد معيب للقضاء ورسالة بالغة السلبية للناس انه العدالة ما إلى قيمة وانه الودايع ما في افق لكن لاستعادتهم. اذا هيك اجا قاضي اخطأت، يمكن اخطأت بكتير ملفات بس ما عملت جرائم ولا سرقت ولا قتلت ولا نهبت ودائع الناس، عملت اخطاء مسلكية بالقضاء بالمؤسسة تبعها بتتحاكم على أخطاء المسلكية بس مش بتنطرد. نحن للأسف انتهى وقتنا أستاذ غسان، شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.